كان بره مصر وخارج مصر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنعمل مع بعض النهارده بقى سندوتشات سجق وكبده. هنعمل سندوتشات كبده وسجق زي اللي بتيجي على العربيه، زي اللي بناكلها على العربيه كده بالظبط. معانا بقى المقادير، معايا معلقه ثوم مفروم، وعندي الكبده قطعتها شرايح، وعندي فلفل متقطع، فلفل حار وفلفل بارد، والحار ده اختياري برضه. عندي كزبره وعندي شطه وكل حاجه معلقه صغيره كده، وملح، وعندي كمون، انت بتحب الكمون والثوم، وعندي فلفل متقطع اهوت للسجق، وعندي سجق قطعته للصبع على 3 قطع، وعندي بصله متقطعه جوليان اهيت، وعندي طماطمايه متقطعه، وزيت وخل. هنعمل بقى الدقه اللي بيحطوها على او الازازه اللي بيحطوها ديت على الكبده والسجق زي اللي بتتشرب بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا الكزبره، التوابل اهي، الشطه، وعندي الكمون، ناخد معلقه كمون كبيره اهي حلوه اهي. وعندي الثوم، معلقه الثوم، وعندي الخل، هنحط خل بقى تكتري في الخل شويه، انا حوالي اهي كوبايه خل. بسم الله الرحمن الرحيم. زي نقلب بقى دي مع بعضها كده اهوت، الريحة بتاعتها جميلة جميلة. دي اللي هنحطها بقى على الكبدة. ناخد بقى الزيت الكبدة ونروح بقى نحطها في طاسة بقى على البوتاجاز. هنزل بالزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقتين كبار زيت، حط فيها السجق دي، معلقتين زيت، مقطعش دون عشان السجق بيبقى فيه، هنزل بالبصل، هنزل الكبده بالفلفل الاول، ياخد معايا قطعه حمرا كده يعني يتبل معايا. هنزل بقى بالسجق اهوت على البصل، تبلت البصل شويه، اقلب بقى، فلفل ريحته طلعت معايا اهي، هنزل بقى بالكبدة، بسم الله الرحمن الرحيم، حاجة جميلة الله. السجق هنزل
هبتدي بقى احط منها كل شويه على الكبده وعلى السجق، وده السر بقى اللي بيخليها ريحتها وطعمها جميل. كل شويه بدي ارشه بقى، الريحه طالعه جميله. احط شويه فلفل بقى على السجق، الكبده معايا اهي، احطها بقى في الطبق اهي عشان اعمل بقى السندوتشات. ريحتها طالعه خطيره، الله. السجق بقى اهوت، هعمل بس سندوتش. جبت العيش اهوت قطعته، افتحيه من نص اهي. احط الكبده بقى في الرغيف، شويه طماطم كده جميله كده تغرش مال الطبق كده. هنحشي بس سجق، طلوع معانا جميل. انا وشيف عملنا بقى مع بعض سندوتشات كبده زي الكبده بتاعت العربيات اهي بالظبط، وسندوتشات السجق. افضل بقى بالهنا والشفا. السلام عليكم.